لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم اجمعين اللهم امين اللهم امين. ثم اما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى احبتنا المشاهدين واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا كلها صالحه وان يجعلها لوحده لوجهه وحده خالصه والا يجعل لاحد من خلقه فيها شيئا ان ربي على كل شيء قدير. الحديث ممتد بنا ايها الاحبه الكرام عن الاخلاق. وفي حلقتنا هذه ان شاء الله تبارك وتعالى نريد ان نشير اشاره مهمه الى ما يمكن ان يغير الطباع. في المره السابقه عرفنا ان من خصائص الاخلاق انها ثابته فهل يمكن ان يغير الانسان طبعه من شيء الى شيء ثم يثبت على هذا التغيير الجديد وايه ملكه ان توافرت للانسان كانت عونا له على ذلك ان التجربه اصدق من المقال كما يقولون فقد انصحك كثيرا وأتكلم معك طويلا وأجاهدك لتغير طبعا ما ثم ينفعك كلامي او لا ينفعك لكنك عندما ترى وتنظر إلى أناس بالفعل تغيرت طباعهم ولم تكن الطباع التي تغيروا عنها أية طباع سهلة التغيير وإنما كانت طباعا صعبة كانت صلبة بحكم طبيعه حياتهم والبيئه التي نشاوا فيها احدثك عن خير خلق الله عز وجل بعد الانبياء احدثك عن افضل ثله واكرم صحبه وافضل بشريه وطئت هذه الارض احدثك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الناس الذين كانت حياتهم قبل الاسلام شيء وبعد الاسلام شيء مختلف تماما انظر الى السبب والملكه والاداه التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد صياغه هذه القلوب ولينسف كل ما كان من طباع قديمه فاسده ويحل او يضع مكانها طباعا جليله كريمه وخصالا نديه فلا اجد اسبق من الايمان ولا اجد شيئا مقدما على الاعتقاد وذلك الذي جاهد به النبي صلى الله عليه وسلم طباع القرشيين وذلك هو العامل الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسف كل الطباع القديمه الفاسده وهي الاداه التي ثبت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم الاخلاق التي كانت عندهم انه الايمان يا كرام. انه الايمان بالله عز وجل. الايمان الذي جعل هؤلاء يتحولون من الافتخار بالتراب والاقارب والاحباب الى عقيده الاحتساب واستنزال الرحمات واستمطار البركات من رب العالمين سبحانه وتعالى بالصدق في القول والصدق في المعامله واحسان الاخلاق لمجاوريهم وللناس اجمعين. احدثكم عن ملكه قاد بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين كانوا رعاة الاغنام والبقر والمواشي الى ان يكونوا رعاة الامم وساده الامم وعلى القمم. انظروا الى رجل كعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر المعروف في طول تاريخه قبل ان يسلم بالصلب والعنيف والشديد ويعني الرجل المهاب عند كل الناس. ثم انظر الى عمر بعد ان اسلم اية رقة تلك التي تحول اليها عمر. اية عذوبة نفس تلك التي تملكت من هذا الانسان. وتحول من شيء الى شيء مختلف تماما ثم انظر الى ذات الرجل بعد ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات صاحبه ابو بكر ثم تولى هذا الرجل خلافه واماره المسلمين فازداد مع الملك رقه في حين ان الملك عند كثيرين يحول طباعهم ربما من الايثار الى الاثره وربما من الاكرام الى البخل وربما من الصدق الى الكذب وربما من الأمانة إلى الخيانة لكن عمر تحول تحولا عجيبا الصحابة الكرام الذين كانوا أعرابا معروفين بالإغارة على القبائل والحمية حمية الجاهلية وكل ذلك الذي كان فيهم لما أسلموا أية ملكة استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة المنورة ليصوغ قلوب هؤلاء في قالب واحد ويصبح صهيب الرومي اخا لسلمان الفارسي لابي ذر الغفاري للقرشيين والمكيين ويصبح هؤلاء كلهم شيئا واحدا ورجلا واحدا ايه ملكه تلك التي جعلت رجلا كثمامه ابن اثال رضي الله عنه وهو سيد اليمامه سيد اهل اليمامه، لما وقع في اسر اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم اسلم، وما هي الا دقائق معدودات، وكانت اليمامه تعطي الميره لقريش، الطعام، لانها كانت بلدا زراعيا، ثم على التو، في التو، وفي اللحظه، قال لهؤلاء القرشيين الذين يعادون النبي عليه الصلاه والسلام، والله لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اية ملكة تلك التي حولت قلب عبد الرحمن بن عوف نحو احسان اخيه سعد بن الربيع، والمؤاخاة التي وقعت بينهما، وكيف زهد هذا في ما عرض عليه اخوه كامل الزهد، وكيف تنزل الاخر في عطائه حتى عرض عليه نصف ماله وشطر بيته، وبلغ هذه هذا المبلغ العظيم في الايثار. ما هي الملكة التي غيرت هذه الطباع الإيمان بالله عز وجل لذلك ظل القرآن المكي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة ثم نزلت التكليفات في العشر سنوات التالية يعني في ثلاث في عشرة سنة والقرآن الكريم يصوغ قلوباً والقران الكريم يبني نفوسا والقران الكريم يستعمل امور الاعتقاد في نسف الطباع القديمه واحلال الطباع الجديده او الطباع الكريمه مكانها فاذا اردت ان يغير الله تبارك وتعالى طبعك عند كل منا لديه طبع ما ولديه صفه ما غالبه عليه تحيره يريد ان يتخلص منها فلا يستطيع ما هو السبيل ما هي الاداه التي اذا اخذ بها اعانه الله عز وجل وفقه انه صدق الايمان بالله تبارك وتعالى وما اعجب قول وما اعجب قول رب العالمين سبحانه وتعالى في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فبدون ايمان وتقوى لله رب العالمين تصل الى مرتبه الصادقين الايمان هو الاثر الفعال وهو الاداه الفعاله جدا في تخليصك من ادرانك النفسيه وصفاتك المذمومه وطباعك المرذوله وهو الاداه التي تحل مكان تلك الطباع طباعا خيره طباعا فاضله يرضى بها رب العالمين سبحانه وتعالى ويرضى عنك من خلالها ولك في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه لو قلت لي ان الانبياء معصومين اقول لك ان الانبياء معصومون اقول لك انظر الى اصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بشر مثلهم مثلك تماما واستطاعوا باذن الله وفضله ان يتحولوا الى اكرم مخلوقات واكرم بشر وطئت هذه الارض وكون الله عز وجل فتحت به وبجهادهم قلوب العباد بجهاد هؤلاء الاصحاب المكرمين اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياكم حسن الاقتداء بهم والسير على خطاهم وأن يجمعنا وإياهم في دار كرامته في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حياكم الله جميعا وأسأل الله لي ولكم النفع بما قلت إن ربي بر رؤوف الرحيم قل قول هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم